اليوم بدي أحكي على أحد أبواب مدينة دمشق القديمة السرعة، وبيقع الباب بالجانب الشمالي من المدينة القديمة. طبعا الباب حمل أسماء عديدة، يلي منها باب توما، توماس، الزهرة، فينوس، أفروديت، عشتار. الأسماء هي كلها لنفس الشخصية، هي الأنثى. منقول بالتفصيل فيهم، أفروديت هي ربة الحب والجمال والفتنة والإغراء لدى اليونان، والرومان اعتبروها الربة فينوس يلي هي ولدت من زبد البحر وجاءت إلى شواطئ قبرص في صدفة. هي ربة الإخصاب عند المخلوقات على وجه الأرض، ويعتقد علماء الآثار بأن عبادتها تنبع من أصل شرقي، وأنها تمثل الربة السورية الأنثى عشتار أو عشتاروت، وغالبا ما يصورونها على أساس عارية. على منوال أبواب دمشق القديمة الأخرى، فمن المفروض أنه قد نحت فوق الباب نقش حجري نافر يصور الآلهة الكوكب، أنا بقصد فيه هو الزهرة. يذكر الأب أيوب سمية أنه بعد مرور 81 سنة على موت الإسكندر المقدوني، أي في سنة 142 قبل الميلاد، تولى سوريا الملك السلوقي تريغون مزاحما ديمتريوس الثاني، فرمم ما ينتج من تأثير الصدام مع البطالمة ملوك مصر. ومن جملة ما رمم هو باب الزهرة، أي باب توما. وقد نقش تاريخ الترميم بحرفين يونانيين على حجر ظاهر يعنيان العدد 81 المعادل لسنة 142 قبل الميلاد، يعني بيقصد فيها هو من التقويم اليوناني ولغاية السنة اللي هو حط في الترميم. ويقول أن الحجر اليوم في الجهة الشرقية من الأثر إلى جهة ساحة باب توما، وعلى علو متر من الأرض، يبلغ طوله 125 سنتي وارتفاعه حوالي 85 سنتي. كما يذكر أن الباب الذي أقامه اليونان شيدوه بقوس ضخم يرتكز على أسقفة كبيرة أو عظيمة تمتد فوق عضادتي الباب، وعليها سطور كتابة يونانية تتعلق بعبادة الزهرة، كوكب الزهرة طبعا. ونقشوا في الفسحة بين القوس والأسقفة صورة الأنثى التي تمثل كوكب الزهرة، بالإضافة لنقوش البيض رمز الخصب. هذا ما نشوفه بكل الأبواب، كانوا يتبعوا نفس التصميم هذا، حتى موجود منه كمان بالباب الشرقي، ولا يزال في حجرين ضخمين بتمثل. منشوفه كمان نفس التصميم مو بس بالأبواب، حتى كمان بالأعمدة اللي توارثوها بعدين أجيال بعد أجيال. البيضة منشوفها رمز الخصب والحياة، منشوفها موجودة بأغلب النقوش المحفورة أو حتى الظاهرة منها. من المفروض أيضا بجانب الباب كان لازم يكون في معبد ظاهر الباب كان لعبادة الآلهة، لم يعد له وجود. أنا بقصد بكلامي أنه بكل باب على اسم الآلهة كان في معبد لحتى لتخديم الناس موجودين أو داخلين أو الخارجين، وبالتالي بجانب كل باب لازم يكون في معبد. الحقيقة كل المعابد اللي عم نحكي عليها كلها طبعا هلأ أزيلت، ما عاد في هلأ، حاليا ما في. القصة كمان أنه في مؤرخ دمشق الكبير طبعا ابن عساكر يقول في أحد كتبه باب توما هو لكوكب الزهرة، يعني كمان توفيق للمعلومة نفسها. في فترة انتشار المعتقد البيزنطي ارتبط اسم الباب باسم توما أو توما، طبعا هن أهل البلد بيدمغوا بين الثي والتي، توما أو توما. وهناك تفسيرات عدة للاسم، أنه نسب
لاسم احد تلامذة السيد المسيح هو توماس، او نسبة لقرية تدعى توماء في غوطة دمشق. نفس القصة منشوفها كمان بباب شرقي، كمان يقال انه في كمان في قرية اسمها الشرقية، وبالتالي اتجاه الباب هو ناحية الغوطة حول للغوطة للقرية هي، وبالتالي سميت هي الشرقية أو شرقية ما بعتقد. حتى كمان منقول نحن على الباب الغربي من مدينة دمشق أنه نسب كمان للجابية، لقرية الجابية يلي هي بجنوب دمشق كمان. يعني نفس القصة منشوفها، في ناس تحب تتبنى هيك شيء. أنا برأيي لا، أنه هذا هون هو الشيء الصحي اللي عم نحكيه، أنه هو بس سموه توما للروايات الثانية كمان اللي أنا رح كرر فيها شو ليش هو السبب. ورواية أخرى تقول أن الاسم نسبة لصهر الإمبراطور هرقل، كان بطريق دمشق كان اسمه توما أو توماس. طبعا رجعنا الموضوع للحرف السين للتعظيم، هذا منشوفه بكل الأسماء الموجودة بكل العالم وليس بس عنا. هذا قتل على سور مدينة دمشق خلال القرن السابع لما اجوا المسلمين من شبه الجزيرة العربية. طبعا هون هلا كمان بيحكي عليها شوي موجز عنها. كمان هون قتل هو على سور المدينة، اول شيء انصاب بعينه بعدين قتل. المهم انه سموه على اسمه، بجوز كمان ما بتفرق، يعني كل واحد بيتبنى شيء. واخيرا قد يكون نسبة للطبيب توما او توماس الذي قتله بعض الكهنة خلال طقوس تعبدية. صارت الحادثة واشتهرت فيها كتير كتير مدينة دمشق، أو الحادثة انشهرت كتير مو بس مدينة دمشق، حتى كمان بالإسكندرية يعني بأماكن كتير، ممالك كتيرة. بكل الأحوال كل هالتسميات هي منقول نحن الله أعلم، وكل واحد شو بيحب هو إنه يتبنى شي وحدة بيناتهم يلا، لأنه كلهم موجودين. عند الفتح العربي الإسلامي لمدينة دمشق بالعام 634 دخل منه القائد شرحبيل ابن حسنة أو عمر بن العاص. الحقيقة ممكن هذا ممكن هذا، لأنه في روايات قالت بس شرحبيل وناس قالوا، أو رواية تانية قالت عمر بن العاص. والمهم أنه جرت معارك طاحنة عند الباب لدخوله، لكن بعدين دخلوا وقتل على أسوارها على سور المدينة أو على باب المدينة اللي هو مثل ما قلت بطريرك توما في نفس الفترة. بالعهد الأموي بالعام 662 الميلادي شيد عبد الله ابن دراج أو دراج كاتب معاوية برجا عليه، عرف اسم برج الدراجية. زالت آثاره وكان من قواد العرب أثناء حصاره عبد الرحمن ابن أبي السرج الذي أنشد شعرا يقول فيه: ألا أبلغ أبا سفيان عنا بأننا على خير حال كان جيش يكونها، وكنا على باب لتيماء نرتمي، وقد حان من باب يتوما حيونها. هذا شعر قال، هذا بدل أنه كانت في قرية اسمها توما، بجوز كمان ما نعرف. أثناء الحصار العباسي لمدينة دمشق بالعام 749 نزل على هذا الباب حميد ابن قحطبة. وفي عهد نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سنقر بالعام 1156 رمم الباب وأقام عنده مسجدا، ورفع فوق الباب مئذنة كما فعل في بقية أبواب المدينة. طبعا على كل أبواب كان يعمل نفس الشيء. بقيت آثار هذا المسجد ماثلة للعيان ردحا من الزمن، وكانت له مئذنة جميلة حجرية خالية من المقرنصات وبقية العناصر التزيينية، وهي ذات جذع مربع بسيط ومتقشف في عمارته، ضخم في محيطه. المئذنة طويلة شاهقة الارتفاع في جذعها السفلي، يتخللها نافذة طويلة واحدة، وبنهاية الجذع شرفة خشبية وحيدة مثمنة الأضلاع بارزة عن الجذع بشكل واضح، تغطيها مظلة خشبية.
أخذت شكل الشرفة متوجهة بجوسق مثمن أصغر أصغر بالحجم طبعا من الجذع، يعلوه جوسقين صغير صغيرين جوسقين صغيرين لينتهي بقلنسوة بصلية حجرية. طبعا هذا معروف بكل المقابر ممكن نصيبه. أزيل المسجد في العشرينات من القرن الماضي في فترة الاحتلال الفرنسي لمدينة دمشق، كما أزال المئذنة للمهندس الفرنسي إيكوشار أي في الثلاثينيات وسط القرن الماضي وقبيل الحرب العالمية الثانية، تنفيذا لمخططه في إعادة تنظيم منطقة باتوما. في العام 1227 عاد الملك الناصر داوود ابن الملك المعظم عيسى بناءه، شأنه شأن الأبواب الأخرى للمدينة. الحقيقة كان دور كبير كثير بإعادة ترميم أبواب مدينة دمشق، ونقش على عتبته من الداخل نصا مؤرخا فحوى كالتالي: أمر بعمل هذا الباب والسور مولانا السلطان الملك ناصر الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين محيي العدل في العالمين سيد الملوك والسلاطين داود ابن مولى الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر ابن أيوب بتولي العبد الفقير إلى رحمته تعالى محمد ابن قرشي في سنة 25 و600 يعني 625 ما يعادل 1227 ميلادي. في عهد والي دمشق تنكز المملوكي لعام 1334 تم إصلاح الباب وجعل ارتفاعه أذرعا يعني بفولة شوي زيادة، وجددت حجارته وحديده، ونقش على عتبته العليا من الخارج ما يلي أو فحواها بسم الله الرحمن الرحيم: جدد هذا الباب المبارك في أيام مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد ابن مولانا السلطان الملك الشهيد المنصور قلاوون الصالحي عز الله أنصاره، وذلك بإشارة المقر الأشرفي العالي المولوي الأميري الكبيري الغازي المجاهدي المرابطي المثاغري المؤيدي والممالكي والممالكي المخدومي الصيفي تنكز الناصري كافل الممالك الشريفة بالشام المحروسة عز نصره، وذلك في العشر الأولى من ربيع الآخر سنة 734 ما يعادل 1334. جدد أيضا الباب أيام السلطان محمد بن قلاوون بالعام 1387 ولم يبقى منه اليوم إلى شكل البوابة التي تحولت إلى ساحة أثرية تعتبر من أكثر الساحات حيوية بالمدينة. صحيح كان الباب متصل بجناحيه يمنة ويسرى ومترابطا مع السور، هلا طبعا ما عاد ترابط مع السور لأنه صار في الساحة. طبعا السور القديم لا يزال موجود بنفس المكان اللي بني عليه السور القديم الأصلي، ويعتقد هو كان من الفترة اليونانية. ارتفاع الباب الحالي 4 أمتار و38 سنتي، وعرضه 3 أمتار و22 سنتي، وسماكته 7 أمتار، مغطى بقبة مدببة متجهة نحو داخل المدينة. وكان أمامه لقدام الساحة كان في جسر روماني أو جسر من الفترة الرومانية فوق النهر، لكنه كمان أزيل تماما، يعني هلا ما عاد في جسر أبدا قديم. المراجع والصور جبتها الحقيقة من عدة متاحف مثل إسطنبول بتركيا، التركابي في متحف اليارد في أمستردام هولندا، في متحف دمشق الوطني، في متحف شهبة طبعا جنوب سوري، في كتاب سوريا الحضاري القديم لأحمد داود المركز، في منادمة الأطلال ومسامرة الخلان لعبد القادر بدران، في ميثولوجي بوك اوف ا كلاسيك ميثولوجي
كمان هذا كتاب آداب. في لسهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر، هو معجم الأساطير اليونانية والرومانية، وأخيرا ابن عساكر وأيوب سمية. شكرا لمتابعتكم.